وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشذري. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياهم فقها في دينه وبصيرة فيه. اللهم أمين. شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن أحكام الزواج. قبل ذلك شيخنا، نتحدث في مقدمة عن الزواج في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد شرع في أحكام دينه أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مشاركة تبنى على عقد صحيح وميثاق غليظ. وقد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد وصف الله جل وعلا هذا العقد بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد امتن الله عز وجل على عباده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنينا وحفدة. وبذلك فالزواج تستمر به الحياة الإنسانية ويكون منطلقا لبناء الأسرة وتكوينها التي هي لبنة المجتمع الأولى، ويكون سببا من أسباب وجود أواصر العلاقة والمحبة بين أفراد المجتمع، ويكون به الترابط بين الأسر والقبائل على اختلافهم. وبالتالي قد جاءت الشريعة بتنظيم أمور النكاح ومنعت أن يكون هناك علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، واعتبرت ذلك شنيعة وكبيرة من كبائر الآثام، ورتبت عليه حدودا وعقوبات. ومن هنا فإن الشريعة تنظر إلى هذا العقد، عقد النكاح، على تقديسه وتقديره واحترامه ووجوب مراعاته، ووجوب أن يحسن كل واحد من الزوجين إلى الآخر طاعة لله عز وجل ورغبة في الأجر والثواب. ومن هنا فلا ينبغي أن تكون علاقة الزوجين ببعضهما مبنية على المقابلة والمجازات، وإنما تكون على احتساب الأجر من عند رب العزة والجلال. ومتى كانت الأمور مبنية على مخافة الله واستشعار مراقبته من قبل الزوجين، كان هذا من أسباب ائتلاف الزوجين ورعاية بعضهم لبعضهم الآخر. فإن لم توجد ألفة بين الزوجين فلتكن هناك رحمة، فإن لم تكن هناك رحمة فليكن هناك خوف من الله جل وعلا تنتظم به هذه الحياة. وبالتالي فإن الزواج من الأمور المشروعة ومن الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، بل يرى كثير من أهل العلم أن الزواج أفضل من نوافل العبادات، وبالتالي يقدمونه على كثير من الطاعات والعبادات. ومن دخل في الزواج محتسبا للأجر طالبا لرضا الله جل وعلا فيه كان له الأجر والثواب الجزيل. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن
الزوج ينبغي به أن يسعى إلى اختيار الزوجة الصالحة التي يكون لها أثرها عليه في حياته ويكون لها الأثر الحميد على ذريته من بعده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. مما يظهر لك الصفات التي ينبغي اختيار الزوجين بناء عليها، فأول ذلك صفة الدين، لأن صاحب الدين يخاف الله فيك، وصاحب الدين يسعى لإرضاء الله جل وعلا بالإحسان إلى من يكون معه، وصاحب الدين سيكون له الأثر في حياتك في تصحيحها ونصيحتك، وصاحب الدين سيكون له الأثر الجميل في تربية الذرية وجعلهم يتقربون إلى الله بطاعة الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما. ومن ثم فاختيار صاحب الدين له الأثر العميق في هذا الباب. ومن اختار زوجا رجلا أو امرأة من أجل المال، فقد يكون ذلك المال سببا لطغيانه، سببا لجبروته وتكبره، وبالتالي قد يكون هذا سبب نفرة بين الزوجين لا سبب ألفة بينهما. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا باختيار هذه الصفة. هناك أيضا صفات يحسن الاختيار منها، مثلا يحسن أن يختار من يعرف بأنه يأتي بالأولاد من الأزواج والزوجات، فالشريعة تتطلع إلى أن يستمر البقاء الإنساني بوجود الذرية، ويتطلع إلى أن يكسب الإنسان الأجر والثواب في تربية أبنائه. وكذلك يختار المرأة العاقلة التي تكون متسترة متصينة، بحيث تلتزم بحجابها وتتأدب بآداب شرعها، ويكون من شأنها أن تشارك زوجها في همومه وأن تيسر له أموره بإذن الله جل وعلا. فهذه أمور الزواج. إذا وجد الرجل امرأة تناسبه في ذلك، فإنه يتقدم بخطبتها بإعلامها أو إعلام ذويها برغبته بالزواج منها. فإذا حصل قبول وطمأنينة من كل من الزوجين، فحينئذ يشرع للزوج أن ينظر لزوجته، أو الخطيب أن ينظر لخطيبته. وقد كان للفقهاء منهجان في حكم هذه الرؤية، فطائفة رأت أن رؤية الخاطب لمخطوبته من الأمور المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وهناك من قال بأن نظر الخاطب لمخطوبته من المباحات، ويستدلون عليه بأن الأمر الوارد بعد الحظر يدل على الإباحة. وعلى كل، فالمقصود تحقيق هذا الهدف النبوي الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من كونه يؤدم بينهما. وذلك أن مراعاة هذا الباب تؤدي إلى تحقيق مصالح كثيرة. هذه الخلوة يقتصر فيها على ما يدعوه إلى نكاحها، بحيث ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها كوجهها ورقبتها ورأسها ويديها. وبعض الفقهاء يقول: لا ينظر منها إلا إلى وجهها ويديها فقط، ولعل القول الأول أظهر القولين في هذا. ويلاحظ أن هذه النظرة تكون بلا خلوة، لابد أن يكون عندهم من يكون معهم. وأيضا يلاحظ أن الخاطب في وقت الخطبة لا تعتبر المرأة أجنبية منه، لا يجوز له مسها ولا يجوز له أن ينفرد بها
ولا يجوز لها أن تخرج معه أو تسافر معه لأنها لا زالت أجنبية حتى يعقد عليها. أما قبل العقد فهي امرأة أجنبية، إنما أبيح له النظر إلى ما يدعوه من نكاحها. وبالتالي لا بد أن يلاحظ أن المرأة التي يراد خطبتها أن تكون ممن يجوز له أن يخطبها، فهناك نساء لا يجوز خطبتهن، منهن من لا يجوز له النكاح بهن كما سيأتي في ذكر المحرمات في النكاح، ومنها أيضا المعتدة. فإذا المعتدة من غيره، إذا طلق رجل امرأة طلاقا رجعيا لا يجوز لغيره أن يخطبها حتى تنتهي من عدتها، وهكذا إذا كانت معتدة من وطئ شبهة أو نحوه عند جماهير أهل العلم. لكن لو كانت هذه المرأة معتدة لا لحق الزوج، بحيث لا يحق للزوج أن يرجع إليها، كما لو كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة بالثلاث أو كانت مطلقة بعوض مالي، فحينئذ لا يحق لمطلقها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. فبالتالي لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها. لكن لو عرض وقال أنا أريد امرأة فيها صفات مثل صفاتك أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. إذن المعتدة في عدة الوفاة أو في الطلاق البائن لا يجوز التصريح بخطبتها، وإنما يجوز التلميح في هذه الخطبة. ومن الأمور التي تتعلق بالخطبة أيضا أنه إذا كانت هناك امرأة مخطوبة لا يجوز لأحد آخر أن يخطبها ولو لم يرد عليه ولو لم يأذن. إذن عندنا امرأة مخطوبة من رجل لا يجوز لغيره أن يخطبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبته. لكن لو استأذن وقال أنا أريد أن أخطب هذه المرأة التي خطبتها فإنه حينئذ يجوز. أو كانت قد ردت الخاطب الأول، أو كانوا لم يركنوا إلى الخاطب الأول بعد، ففي هذه الأحوال الثلاث لا بأس من الخطبة على خطبة أخيه. وإذا خطب الرجل امرأة فإنه حينئذ تعتبر أجنبية، لكن له أن يحدثها بما لا يختص به الحديث مع أهله، كما لو حدثها في كيفية ترتيب أمورهم الزوجية أو أحاديث عامة فلا حرج فيه، سواء كان بالهاتف. أما الحديث المباشر فإنه يشترط فيها أن لا يكون هناك خلوة ولا يكون هناك مس على ما تقدم. شيخنا، بخصوص المحرم أو المحرمة خطبتهم في هذه الحال وهم متلبسين بنسك؟ نعم، لا يجوز أن تخطب المحرمة ولا يجوز للمحرم أن يخطب ما دام أنه محرم، وذلك لما ورد في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي لفظ ولا يخطب. هذا بالنسبة للخطبة، إذا ركنوا إليه ووافقوا عليه فإنه بعد ذلك يأتي أمر عقد النكاح. يشترط في عقد النكاح شروط وله أركان وله موانع. من شروط أو من أركان عقد النكاح أن يكون هناك زوج، وأن يكون هناك زوجة، وأن يكون هناك قبول، وأن يكون هناك إيجاب. كثير من الفقهاء يلزم أن يكون عقد النكاح بأحد لفظي الإنكاح أو التزويج، يقولون لا ينعقد عقد النكاح بغير هذين اللفظين. وهناك من قال بأن كل لفظ يدل على هذا المعنى لا يوهم ولا يلبس بغيره فإنه ينعقد به عقد النكاح، ولكن العمل بالأول أحوط لما لعقد النكاح من المكانة والمنزلة والآثار العظيمة. هكذا
في عقد النكاح الأصل أن يكون الجميع حاضرين، وبالتالي لا يحسن أن يعقد عقد النكاح من خلال آلات التواصل أو الهاتف أو نحو ذلك. ولو قدر أن أحد أركان عقد النكاح ليس بحاضر، فإنه لا بأس أن يوكل عنه من يقوم بتولي عقد النكاح، وبالتالي يكون الوكيل حاضرا. هناك شروط لصحة عقد النكاح، منها أولا تعيين الزوجين، فلا بد أن يكون كل واحد منهما معينا. يعني لو قال له زوجتك ابنتي وعندها 4 بنات، فحينئذ لا يكون هناك تعيين، وبالتالي لا يصح العقد، إلا أن يكون التعيين بالعرف، مثلا أن الإنسان لا يزوج أولا إلا الكبيرة مثلا أو نحو ذلك. كذلك من شروط عقد النكاح رضا الزوجين، فلا يصح إجبار أحد الزوجين على الزواج بدون رضا ما دام عنده قدرة على الاختيار والرضا. الشرط الثالث من شروط عقد النكاح الولي، فالذي يتولى زواج المرأة هو وليها، وهي لا تتولى عقد النكاح بنفسها كما هو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، لقوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فنهى الأولياء عن العضل. فدل هذا على أن عقد النكاح لا يكون إلا من خلال الولي. من الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن الولي يشترط له شروط، أولها أن يكون هذا الولي ذكرا، فلا يصح أن تتولاه امرأة ولو كانت أم الزوجة أو من لها حق عليها. كذلك يشترط أن يكون حرا، في المماليك لا يكونون أولياء. كذلك أن يكون متوافقا في الدين مع المرأة، فإذا كانت المرأة مسلمة لابد أن يكون وليها مسلما، وإذا كانت المرأة يهودية كان وليها كذلك. كذلك من الشروط أن يكون بالغا، فمن لم يبلغ فإنه حينئذ لا يصح أن يكون وليا. والولاية تكون بالأقرب، فالأقرب فأولا الأب، ثم وصي الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. هنا لابد أن نلاحظ ملاحظة، وهي أنه في مرات يكون الأخ الكبير أخا لأب، ولا يوجد أخ شقيق إلا صغير بالنسبة لذلك الأخ ابن 18-17 سنة، فحينئذ الولاية للأخ الشقيق وليست للأخ لأب. فالمقصود أنه لا بد من ملاحظة الولاية ودرجاتها في هذا الأمر. إذا عضل الولي وامتنع من تزويج المرأة من كفئها، فإن القاضي يقوم بنقل الولاية إلى الولي الأبعد. ومثله إذا غاب غيبة منقطعة، ما يدرى أين هو ولم يحصل له اتصال وقطع العلاقة معهم، فحينئذ تنتقل الولاية لتكون لمن بعده. والحنفية يخالفون في هذا الشرط ويصححون عقد النكاح بغير ولي، ولكن ظواهر النصوص تدل على إيجاب الولي، كما في حديث لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ونحو ذلك من النصوص. شيخنا يرطى هناك شرط رابع. نعم، تسأل في الولاية. نعم، الأخ لأم الخال، الخال ليس وليا لأنه ليس من عصبتها، ومثله الأخ لأم ليس من العصبة، وبالتالي لا يكون وليا في النكاح. الشرط الرابع الشهود،
فلا بد في عقد النكاح أن يكون هناك شهود يشهدون العقد. وقد ورد في الأحاديث الأمر بالإشهاد في النكاح، والجمهور على أنه شرط من شروط عقد النكاح، والمالكية يقولون تكفي شهرة العقد عن الإشهاد عليه. وشهرة العقد لا شك أنها مطلوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، ولذلك لا ينبغي التواصي بإسرار النكاح، فنكاح السر والذي يتواصى فيه ألا يعلم بالنكاح هذا مخالف لما يأمر الشرع به من إعلان النكاح. ولذلك رأى كثير من أهل العلم أن نكاحات السر يمنع منها شرعا، ويقولون بأنه يكفي في الإعلان معرفة أهل الزوجة، لا يشترط أن تكون زوجته الأولى مثلا عالمة، ولا يشترط أن يكون قرابة الرجل عالمين، وإن كان يحسن أن يخبرهم، ولكن الشرط متعلق بقرابة المرأة ومن لها صلة به. إذا كان الحديث في هذا، فإن هناك بحث فقهي في مسألة تعدد الزوجات، هل هو مرغب فيه في الشرع أو لا، فبعض الفقهاء يرغب في التعدد ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وببعض الآثار عن بعض الصحابة، وهناك فقهاء آخرون قالوا بأن المستحب أن تكون هناك زوجة واحدة، ويستدلون على ذلك بأن الإنسان بهذا يأمن من حصول الإثم بعدم العدل عنده، وبذلك يكون ممن يسلم من وجود المشاحنة بين الزوجات. ولذلك اختار طائفة من الفقهاء أن الأفضل هو الاقتصار على زوجة واحدة، وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. في يوم عقد النكاح يحضر الولي ويحضر الزوج ويحضر الشهود. إذا كان هناك عاقد أو مأذون أنكحة فإنه لا بأس أن يكون شاهدا، وحضوره من أجل التوثيق الرسمي، وتوثيق عقد النكاح مما يتوافق مع مقاصد الشرع في توثيق الحقوق. وبالتالي فلا يحسن عقد نكاح بدون وجود توثيق الرسمي، خصوصا أن المأذون يتأكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع وكون الأركان كلها موجودة ومتحققة، ومن ثم فلا بد من مراعاة هذا الأمر. إذا اجتمعوا فإنهم حينئذ يبتدئون بالخطبة، خطبة ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث: الآية الأولى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة في آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومما يؤكد عليه في هذا أنه يستحب كتابة عقد النكاح وتوثيقه من أجل حفظ الحقوق، ومن أجل بيان وقت العقد، لئلا تكون هناك أحكام متعلقة بهذا التاريخ. ومما يتعلق بهذا الأمر أن الإنسان ينبغي به
أن يلاحظ حسن الأدب وحسن اللفظ في هذه المقامات، وينبغي وعظ الزوجين بموعظة تكون مؤثرة في تصحيح نيتهما في عقد النكاح، وفي إحسان التعامل فيما بينهما، وفي تحذيرهم من أن يتلفظ بعضهم على بعض بالكلام غير اللائق، وفي مطاوعة بعضهما لبعضهم الآخر، ليكون هذا من أسباب صلاح أحوال هذا العقد. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب ما يتعلق بحسن التعامل، بحيث لا يكون هناك تزييف في حقائق كل من الخاطب والمخطوبة. يعني في مرات يظهر الإنسان صورة على غير حقيقة لمخطوبته، وهكذا بالنسبة للمخطوبة، فإذا تزوج تفاجأ بغير ما كان يظنه، ومما يؤدي إلى انهيار هذه العلاقة وعدم بقائها. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الباب أن يكون هناك تعريف كامل للزوج عند الزوجة وللزوجة عند الزوج، بحيث لا يتفاجأ ببعض أحواله، سواء في مسكنه، سواء في ماليته، سواء في طريقة في التعامل، سواء في وقت عمله وما يحتاجه من تنظيم، إلى غير ذلك مما يجعل الإنسان مرتاحا لصاحبه بعد علمه بطريقته في حياته، لئلا يتفاجأ بعدها ثم يحصل من النفرة ما يحصل. ومن الأمور التي ينبغي أن تكون في هذا الباب أن يكون هناك توافق بين الزوجين في الصفات، وأن يكون هناك أيضا تعاهد وتعاون من قبل الزوجين في لبعضهما فيما يتعلق بأمور حياتهم، سواء كان في طاعة الله عز وجل وفي القيام بشرائعه، أو في تربية الأولاد، أو نحو ذلك مما يكون به اشتراك بينهم. كذلك لا يحسن بالمرأة أن تكون ملحاحة فيما يعود بالنفقات الزائدة والديون على الزوج ومما يثقل كاهله، وبالتالي فإن التوافق بين الزوجين كلما كان أكثر كان ذلك أدعى لبقاء الحياة الزوجية، سواء كان هذا فيما يتعلق بالديانة والورع، أو ما يتعلق بمحل السكنة، أو ما يتعلق بالطبائع، أو ما يتعلق باللهجات، أو نحو ذلك مما فيه توافق بين الزوجين. ولذلك يستحب كثير من أهل العلم أن يكون هناك كفاءة بين الزوجين، وإن لم يكونوا يشترطونها لصحة عقد النكاح. شيخنا، شروط العقد كذلك بعض أحكام الصداق. نعم، نحن الآن في ما يتعلق بالصداق، لا بد أن يكون في عقد النكاح صداق. هذا الصداق على حسب الاتفاق، فإن اتفقوا على شيء فهم على اتفاقهم، بشرط أن يكون هذا الصداق مما له قيمة ولو قلت. وهناك من اشترط أن يكون بمقدار 3 دراهم أقله، ومنهم من يقول أقله 10 دراهم، ولكن الأظهر أن كل ما له قيمة يجوز أن يكون مهرا في عقد النكاح. والمهر هو أحد الآثار المترتبة على عقد النكاح، فإذا عقد الرجل على امرأة ترتب عليه آثار، منها وجوب المهر، ومنها جواز الوط وحله، ومنها وجوب تسليمها له، ومنها وجوب النفقات التي تحتاج المرأة إليها، ومنها ثبوت النسب بينهما، ومنها ترتب الطلاق إذا أوقع، والظهار، وما يتعلق بأحكام نهاية عقد النكاح. كان بودي أن أتكلم عن من يحرم
نكاحهن. فهناك نساء منع الشارع من أن يتزوج الرجل بهن، قد ذكرت في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولذلك فإن المحرمات في عقد النكاح، الآن قال والمحصنات من النساء، فالمحرمات في عقد النكاح على نوعين: محرمات للأبد بحيث لا يجوز الزواج بهن مطلقا، ومحرمات لأمد بحيث يرتبط التحريم بصفة أو حكم، متى زال هذا الحكم جاز الزواج بهن. والمحرمات للأبد التي يحرم نكاحهن أبدا يعتبر لها أربعة أمور أو خمسة أمور تكون سببا للتحريم المؤبد. أولها القرابة النسبية، فالنسب يكون سببا من أسباب التحريم في سبع من النسوة، هن الأمهات، ويشمل أمهات الأمهات والجدات. والثاني البنات، ويشمل بنات الأبناء وبنات البنات وما تناسل منهن، والعمات وما ارتفع منهن، والخالات وهن أخوات الأم أو أخوات الجدة. وبخلاف بنات العمات وبنات الخالات فإنه يجوز النكاح بهن. إذن الأمهات والبنات والأخوات، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، والعمات والخالات وبنات الأخي، بنات الإخوة وما تناسل منهم، وبنات الأخت. هذه سبعة أصناف محرمات بالنسب على التأبيد. وهناك أربعة أصناف محرمة بسبب المصاهرة، منهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. هؤلاء ثلاثة أصناف محرمات بالمصاهرة بمجرد العقد على المرأة تحرم أمها، وبمجرد عقد الأب على امرأة تحرم على ابن زوجها، وبمجرد عقد الابن على امرأة تحرم على والد زوجها. حتى ولو طلق الأب تلك الزوجة فإنها تبقى على محرميتها، حينئذ تحتجب عن الأب الذي عقد عليها وكان بالأمس ينام معها على فراش واحد، ولا تحتجب من ابنه. وهكذا في زوجة الابن، لو طلق الابن امرأة فإنها تصبح أجنبية، ولكنها بالنسبة للأب يكون أبو الزوج محرما لها. فهذه ثلاثة أصناف من المحرمات بالمصاهرة تحرم بمجرد العقد. وهناك صنف رابع مما يحرم بالمصاهرة لا يحرم بالعقد، وإنما يحرم بالدخول، وهن بنات الزوجات. إذن هؤلاء 11 صنفا: سبعة محرمات بالنسب، وأربع محرمات بالمصاهرة. والسبب الثالث من أسباب التحريم الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بسبب الرضاع عند الجمهور 11 صنف، مثل المحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة. فالبنت من الرضاعة، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن من الرضاعة، وأمهات الزوجات من الرضاعة، وبنات الزوجات من الرضاعة. فهؤلاء يحرمنا على الرجل. ونلاحظ في هذا أن بنات الزوجة تحرم
سواء كانت بعد زواج هذا الزوج أو قبل. يعني عندنا امرأة عندها بنت، تزوج الرجل الأم، هذه البنت جاءت قبل زواج هذا الرجل، فحينئذ تكون ربيبة، فهي محرمة على زوجه أمها. إذن أصبح عندنا 22 صنفا من المحرمات للأبد. وهناك محرمات بأسباب أخرى، من مثل المحرمة بالملاعنة، إذا كان هناك زوجة شك فيها زوجها ولاعنها ولاعنته فإنها تحرم عليه على التأبيد. وهكذا من المحرمات ما يكون سبب تحريمه بسبب محرم، كما لو وطئ امرأة حرم عليه أن يتزوج بابنها إذا وطئها بحرام، وكذلك يحرم عليه الزواج بأمها على الصحيح من قولي أهل العلم. يتزوج بنتها ولا يتزوج والدتها. هناك نوع آخر يقال له المحرمات لأمد، وهن اللاتي ربط تحريمهن بسبب، بحيث إذا ارتفع هذا السبب ارتفع التحريم. وهؤلاء على أصناف: الصنف الأول قرابة الزوجة، فإن أقرباء الزوجة يحرم على الرجل أن يتزوج بإحداهن، مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهؤلاء محرمات بسبب قرابة الزوجة. هناك أيضا محرمات بسبب قرابة المعتدة، يعني طلق امرأة في أثناء عدتها لا يجوز أن تتزوج بقريبة من هؤلاء القرابات الأربع ما دامت العدة، طلقها. يعني في مرات يأتون إلى رجل وقد آذى بنتهم ولم يعاملها بتعامل حسن، فيأتيه الأب ويقول: ما رأيك تطلق فلانة وزوجك أختها أحسن منها وأجمل منها وصار منها، فيوافق. فإذا وافق قاموا به، وانتهت العدة قالوا: لم نعد نرغب فيك. لماذا؟ لأنه لا يحق له أن يتزوج بأختها ما دامت في العدة. إذن أخت أو قريبة المعتدة أيضا مما يحرم تحريما مؤقتا عليه أن يتزوج بها. هكذا المعتدة من غيره لا يجوز له أن يتزوج بها، سواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة بائن أو متوفى عنها زوجها. كذلك من كانت تستبرأ، وطئها واطئ بشبهة، فحينئذ نقول تستبرأ لنتأكد من خلو رحمها، في هذه المدة لا يجوز الزواج بها حتى تنتهي مدة الاستبراء. هكذا المرأة الزانية، إنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة زانية، حرصا على حفاظ فراش الزوجية من أن يدخل فيه من ليس منه. وقد قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومن المحرمات بشكل مؤقت المحرمة، فالمرأة المحرمة ما دامت في إحرامها فلا يجوز أن يعقد عليها. وهكذا المرأة الكافرة غير الكتابية لا يجوز أن يتزوج بها ما دامت على هذه الحال. وبالتالي فهؤلاء محرمات في النكاح، لكن تحريمهن لأمد مؤقت وليس تحريما دائما. فهذا ما يتعلق بالمحرمات في النكاح. هناك مبحث يذكره العلماء يتعلق بالشروط،
عندنا شروط للنكاح وقد أقرها الشارع وألزم بها، وعندنا شروط في النكاح يشترطها أحد الزوجين على الآخر. فهذه الشروط منها ما هو صحيح مما يحقق مقصدا من مقاصد الأزواج، ومنها ما هو مخالف للشرع فيكون فاسدا لكنه لا يفسد العقد، ومنها ما يكون فاسدا وهو مفسد للعقد. فمن أمثلة الشروط الصحيحة: لو اشترطت ألا يسافر بها، لو اشترطت مقدارا في النفقة، لو اشترطت الزيادة في مهرها على أمثالها، فهذه شروط صحيحة يجب الوفاء به. وقد ورد: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهناك شرط يذكره بعض الفقهاء، وهو أنه لو اشترطت المرأة طلاق زوجة الخاطب فحينئذ هل هو شرط صحيح؟ الحنابلة قالوا هو شرط صحيح لأنه يتحقق به مقصد للمرأة، والجمهور قالوا بأنه شرط فاسد، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها فلتنكح. وبالتالي قالوا بأن هذا شرط منهي عنه. إذن هذه ما يتعلق بالشروط الصحيحة. لو فات الشرط الصحيح فحينئذ من فات غرضه في هذا الشرع في هذا الشرط له الحق بالمطالبة بفسخ عقد النكاح، له المطالبة بفسخ عقد النكاح. النوع الثاني من أنواع الشروط شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، وهي الشروط المناقضة والمنافية لمقصود العقد، كما لو اشترطت ألا يطأها، أو اشترط هو ألا مهر لها، فحينئذ نقول هذا شرط فاسد وبالتالي لا يلزم الوفاء به لكنه لا يفسد العقد. ومثله ما لو اشترط ألا تلد، فإن الولادة إلى الله جل وعلا، لكن لو اشترط عليها أن تأخذ موانع الحمل فهذا من فعلها. ومثله ما لو اشترط أن ولده منها لا ينسب إليه، فهذا شرط فاسد لا يثبت في الشرع ولا قيمة له، فهو شرط يناقض مقتضى العقد لكنه لا يؤدي إلى إفساد العقد. النوع الثالث من أنواع الشروط ما يكون مفسدا للعقد، وهو على أنواع. منها ربط عقد النكاح بعقد آخر فيقال له نكاح الشغار، وزوجني أختك على أن زوجني أختك، فهذا إيش؟ نكاح، هذا شرط باطل مبطل للعقد، وبالتالي لابد في العقد ألا يشرط بعقد آخر. والنهي عن نكاح الشغار من الفقهاء من قال السبب في عدم تسمية المهر، ومنهم من قال السبب في النهي عن أنه قد جعل أو ربط بين عقد وعقد، ومنهم من يقول جعل جزء من المهر نكاح المرأة الأخرى وهو لا يصح أن يجعل جزءا في المهر. والنوع الثاني من أنواع الشروط المبطلة للعقد اشتراط توقيت عقد النكاح، يقول أزوجك أختي لمدة ساعة، أو تقول هي زوجتك نفسي لمدة ساعتين، فهذا العقد يقال له عقد نكاح المتعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه وأبطله، وبالتالي فهو نكاح باطل لا يجوز عقده ولا يجوز استحلال الفروج بناء عليه. وما ورد من تفسير بعض الآيات به فهو تفسير مخالف لظواهر الآية ومخالف لدلالة اللغة في معاني هذه الآية. هكذا من الشروط التي في النكاح وتبطله اشتراط التحليل. تكون هناك زوجة مطلقة ثلاث طلقات، فيقول
أزوجك بهذه المرأة على أن تحللها لزوجها الأول، فهذا شرط باطل مبطل للعقد ولا تحل به الزوجة لمطلقها السابق، سواء كان هذا متفقا عليه ومصرحا فيه أو كان فيه اتفاق سابق أو كانت مما تضمره المرأة في هذا الباب. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار ولعن المحلل والمحلل له، مما يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. هناك مسألة يكثر البحث فيها وهو الزواج بنية الطلاق. هذه النية مضمرة في قلب الزوج، لا تعلمها الزوجة ولا يعلمها أهلها، وبالتالي فهذا الأمر ليس مرتبطا بأصل العقد، لكنه هو لا يجوز له أن ينوي هذه النية، لأن هذا من الخديعة والغش للمرأة ولأهلها، ولو علموا أن هذا من نيته ما زوجوه ولا قربوه، فحينئذ هذا الزواج من الأمور المحرمة، نية الطلاق أمر محرم ومخالف للشرع. ولكن لو تزوجها بنية الطلاق ثم عدل عن هذه النية فالأصل بقاء هذا النكاح وصحته، وبالتالي نعلم أن هذا العقد مما يصح في نفسه، لكن الزوج يأثم بهذه النية التي وجدت معه، ولما كانت النية أمرا خارجا عن العقد لم تؤدي إلى إبطاله على الصحيح من قوله أهل العلم. هناك مسألة تتعلق بوجود عيوب في الزوج أو الزوجة، بعد أن يدخل الزوج بزوجته يجدون عيوبا، فهناك عيوب متعلقة بالزوج، ومن أمثلها ومن أشهرها أن يكون مجبوبا لا ذكر له، أو أن يكون عنينا لا يستطيع جماع النساء، فالفقهاء يقولون بأنه إن كان مجبوبا حق لها طلب الفسخ، لكن لو أنها رضيت وأقرت ولم تطالب فحينئذ يفوت حقها في طلب الفسخ. وأما إذا كان عنينا فإننا نؤجله لمدة سنة من أجل أن تمر عليه الفصول جميعا، فإذا ثبت أنه وطئها ولو مرة واحدة فإنه ينتفي حكم هذا العيب عنه. وهناك عيوب متعلقة بالمرأة تتعلق بعدم القدرة على وطئها لوجود شيء من الموانع في فرجها ونحو ذلك، فهذه عيوب يحق للزوج بناء على وجودها أن يطالب بفسخ عقد النكاح. وهناك عيوب مشتركة في كل واحد من الزوجين تمنع من تمام الاستمتاع من قبل الزوج أو الزوجة بصاحبه، وبالتالي فمن وجدت فيه هذه العيوب حق لصاحبه أن يطلب الفسخ من نكاحه. لكن هذه العيوب متى تؤثر وتؤدي إلى الفسخ؟ متى كانت مع أول عقد النكاح، لكنه لو تزوجها بدون هذه العيوب ثم حدثت أو العكس فحينئذ لا حق لهم في الفسخ، وللزوج حق في الطلاق حينئذ، وللزوجة حق في طلب الخلع في هذه الحال. وبالتالي نعلم أن عقد النكاح يمكن أن يفسخ بطرائق أو ينتهي بأسباب متعددة، منها الفسخ ويكون من قبل القاضي لوجود سبب يقتضيه، ومنها الطلاق ويكون من قبل الزوج، ومنها الخلع الذي يكون إما باتفاق بين الزوجين أو بطلب من الزوجة عند القاضي ويصدر بحكم قضائي، ومن الفرقة موت أحد الزوجين، ومن الفرقة أيضا اللعان على ما تقدم قبل قليل. وأحكام هذه الأنواع من أنواع فرق النكاح لا
لها تفصيلات متعددة قد لا نتمكن من عرضها في هذا اليوم. نشكركم في ختم هذه الحلقة شيخنا، وقد تحدثتم عن أحكام الزواج في الإسلام. الله يبارك فيك، وأشكرك على حسن تقديمك، وأشكر أخوتي المشاهدين الكرام، كما أشكر فريق العمل. جزاكم الله خيرا جميعا، وفقكم جميعا لطاعة هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.